من أسوان، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. الله يبارك فيك. اتفضل يا حاج محمد. مزة من بالي دي اللي كلمت حضرتك عنه مرتين بقرية عمرو بن العاص وادي الصعايدة، مركزية في محافظة أسوان. ده إيه هو؟ أنا مش سامع. قرية، أنت في قرية عمرو بن العاص؟ أيوه. أيوه، إيه المشكلة؟ المشكلة مزجة اسمه مروى النضال. مروى النضال، أيوه، إحنا تم مخاطبة السيد وكيل وزارة الزراعة الري. الري. علشان مروى النضال. ان شاء الله السيد وكيل وزاره الري ومهندس الري حضرتك قال لي ان ده مش تبع اختصاص لائح الري، ده تبع اختصاص الجمعيه المراقبه اللي هي ايه؟ جمعيه وادي الصعايده اللي هي مراقبه مصر العليا. بس مين اللي بيعمل مين اللي بيعمل المعاينه؟ المعاينه المفروض عملها الري. كلمت مهندس. طيب ما ده اللي بقول لك عليه، انا لازم ابتدي مع الري لان الري اللي بيديني المعاينه اللي احنا بعد كده بنكمل بيها اجراءاتنا. ما هو حضرتك مهندس الري قال المزجة الفرعي ده مش تبعنا، ده تبع الجمعية. أيوه. احنا تبعنا الفرع الرئيسية. ايوه. احنا مشتق فرعي بياخد مش هو الرئيسية. الفرع ده اللي عليه تعديات؟ لا مش تعديات، ده صدره مرتفع ما بياخدش مية. ماله؟ صدره مرتفع يعني ماسورته مرتفع. ايوه ايوه. ما بياخدش مية، ده عليه زراعات 378 فدة. ايوه. في عز المناوبة اللي هي الخميس والجمعة والسبت. بيجي المهندس الري بيكتب مثلا ساعتين ثلاثه ويقفل عشان قال في كوره بعدين بتغرق. أيوة. كلمته ولا امبارح قال لي انا عشان مزقه وعشان افراد معينين مش هغرق لي قريه. ايوه. قلت له احنا دلوقتي بنزرع، قال لي مشكلتكم هي تبع الزراعه، ممكن حضرتك انا تواصلني مع وكيل وزاره الزراعه باسوان الدكتوره مفيده. انت تواصلت مع الدكتوره مفيده؟ لا انا عايز حضرتك تتواصل لي يا حاج محمد. بتقول ايه على الدكتور؟ بتقول ايه؟ عايز اتواصل مع الدكتوره مفيده لان الموضوع. طب اسمعني يا حاج محمد، الدكتوره مفيده الخولي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه اسوان معانا على الهاتف، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا معايا الحاج محمد من عندكم في اسوان، قريه عمرو بن العاص، مروى النضال، جمعيه المراقبه. هو عندهم مشكله في الخط الفرعي من المروه، وهو عايز يوصل صوته لحضرتك علشان احنا يعني عارفين مدى التواصل اللي ما بينك وما بين الجهات المختلفه في محافظه اسوان ودعمك للمزارع. فيا ريتك تسمعيه الاول علشان هو عاوز يبلغك الشكوى بنفسه. اتفضل يا حاج محمد. السلام عليكم دكتوره. اتفضل. اهلا بيك. الامر هو فيه ان احنا تبع جمعيه جاد الحق بقريه عمرو بن العاص وادي الصعايده مراقبه مصر العليا. في مزجة اسمه مزجة النضال واقع بين قرية عمرو بن العاص وبين قرية السماحة والأشراف. المزجة ده مرتفع ما بياخدش حقه من الترع الرئيسية اللي راحة على ايه؟ على الأشراف والسماحة. الأشراف والسماحة ميتهم كثيرة بيغرقوا، وعمر قبلنا ميتها كثيرة بتغرق، احنا ما بناخدش مية في عز المناوبة، يا دوبك المزجة بيشغل مكنتين بس. وفي ايام غير المناوبه اللي هم الاحد والاثنين والثلاث والاربع ما بنلاقيش ميه، مع احترامي لكم نتوضى عشان نصلي فيه. بينشف عشان صدره مرتفع ما ياخدش نصيب. ده عليه 378 فدان بشهاده المهندس علاء ابو موسى المختص بتسليم الاراضي للمنتفعين. تمام. الاراضي قاعده صحرا زي ما هي. يعني لو يعني يا حاج محمد علشان برضه وقت البرنامج، انت دلوقتي المشكله كلها ان هذا المروه مرتفع عن المنسوب. نسمع بقى الدكتوره مفيده هتقول لك ايه. اسمع يا حاج محمد معايا. الدكتوره ان يعني المشكله مش تبع الري، المشكله تبع جهاز المراقبه، لان المزاج الفرعيه تبع الجمعيات وتبع المراقبه مش تبع الري. ماشي يا حاج محمد، اتفضل يا فندم. تمام. هم بعتوا الشكوى دي فعلا. ايوه. والكلام ده كان يوم الخميس، وبعثت مسؤول رجل المياه عندي للري. ايوه. وبحيث ان هم تطلع لجنه من الري، هو مش شرط ان انا عشان تبع المراقبه يبقى ماليش دعوه بالري. أيوه. الكلام ده في التطهيرات. ايوه صح. فبالتالي هتطلع ان شاء الله المهندس المسؤول في اسفه. أيوه. ومسؤول اراضي والمياه بحيث ان احنا نوجد لهم حل ان شاء الله للمشكله بتاعتهم. يعني انت عندك الاسبوع عندي فكره، لان هم بعتوا لنا شكوى بالمشكله. أيوة. بتاعتهم ان الفرم الميه عالي او الترع عالي وما بتوصلهمش الميه، فاحنا وجهت مدير الاراضي والمياه لمدير الري بحيث يوجد لهم حل للمشكله بتاعتهم.
ان شاء الله. وان شاء الله خلال الاسبوع نكون تابعناها ونتواصل مع حضراتكم ونقول وصلنا لايه بالظبط باذن الله. وانا هتابع مع حضرتك مره اخرى. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للدكتوره مفيده الخولي وكيل وزاره الزراعه محافظه اسوان. حاج محمد دكتوره مفيده حضراتكم بعتوا لها شكوى واحنا تواصلنا معاها من خلال القناه. ان شاء الله في خلال هذا الاسبوع هيكون في لجنه لبحث كيفيه التعامل مع هذه المشكله، تطوير او صيانه او حل بديل لتوفير المياه. 378 فدان من الاراضي بتعتمد على الري من هذا المروه، فان شاء الله هنتابعه ويبقى عندنا رد. كان في مشكله الحاج حجاج من المنيا اللي هو قال ان هو بيدفع رسوم 22 جنيه على المعاينه. الدكتور حسن الفولي وكيل وزاره الزراعه بالمنيا هيتابع هذا الملف وهيكون معايا رد ان شاء الله في حلقه غدا. برضو من الاسماعيليه الحاج عبد الله غانم مصطفى الأنطرة شرق قريه الابطال هتابعه بكره باذن الله وهنطمئن على صرفه للاسمده لارضه الزراعيه. مشاهدي برنامج قناه مشاهدي برنامج زراعي مباشر انا بشكركم. ارقام القناه موجوده دائما على الشاشه، الخط الساخن ايضا موجود طوال الاسبوع من الساعه 10 حتى الثامنه مساء لنستمع منكم ونتواصل مع المسؤولين. شكرا لكم والى اللقاء.